لو الحكاية فيها إن فيتو مزيد من دعم حكم النص أو المجتمع المدني بصفة عامة، ده اللي بلد إن شاء الله الكلام بلا شك من الحكومة والدولة المدنية مش هتقدر طلب بنتكلم في 60 سنة في قطاع عديدة ما حدش حكيلي فيه. نعم بنشكر الصوت الصحيح للعرب ومعاونة الحكومة مصر وموظفة مجلس الإدارة على دعم المنصة الجديدة. نعمل الحقوق في قطاع القرى مشيت مناطق وقرى مركز القرى مشيت. أتوجه الشكر لسيادة الديوان أهل الفرع مدير قطاع الإرشاد العسكري للهندسة المطلوب سلاح للجهد المبذول والتعاون والتنسيق الدائم خلال الفترة السابقة ما بين اللجنة المشتركة محافظة الجيزة والمحكمة المحكمة والهيئة الهندسية عشان نوصل للعمل. هل بتطمن تتخيل رئيس الاتحاد الجنوبي بإذن بديل معانا المفروض يجمعنا بتنمية البلد والقضاء على الحاجات، احنا تقريبا بنشتغل مع حاجة من ثلاث سنين او اربع سنين عملنا مشروع كبير، اشتغلنا مع محافظة القرار، اشتغلنا مع وزارة الإسكان المنزلة في صندوق تطوير العقاريات، وإن شاء الله هي القرار الجديد النهاردة إن احنا نشتغل مع وزارة مع رئاسة مع محافظة الجيزة، ونتمنى من الله إن احنا نكون عند محافظة نظام الشعب المصري. لما العشوائيات دي اتطرقت فيه ان انا من سنين وعامل ازمه في مصر وعامل مشاكل من الناحيه الامنيه ومن الناحيه الاقتصاديه، وعشان كده صدرت اولا من السيد الجمهوريه البرنامج الوطني المسلح لسرعه التعامل في مصر واي عام من بعض البنوك المصريه ضمن البنك الخاص دور المجتمع اللي بيكون فيه البنوك المصريه في محافظه بلدها وركائز دي هي المرحلة الثانية من مواجهة الاتحاد البنوك مصر اللي احنا بنصدرها هي استكمال المرحلة الأولى اللي كانت من فبراير 2014 وشملت قيد مملكة الوقت بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه. المرحلة الثانية برضه في نفس المنطقة اللي المنطقة فعلا كانت مدة كبيرة قوي و 200 مليون إن شاء الله احنا بنصدرها لو فعلا اشتغل زي ما الفيديو بيشتغل.